جيت على خروج دولة الرئيس ليس شرطا كان خروجه فقط ولكن م. كل الوزارات السيادية خرجت فلم يحضر وزير الخارجية ولا وزير التربية ولا وزير الصحة ولا وزير الداخلية حتى فلمن أتكلم فكيف جعلنا نتكلم نتكلم نسمع لخطابه ساعة ونيف ثم لم يتح لنفسه وقتا أن يسمع للنواة. طيب يعني نقدر نحكي هذا راح يأثر على قرارك بمنح ما بعرف قرار منح الثقة ستسمعونه في حينه أو حجبه طبعا شكرا. نعم.